السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم اليوم معلومات عامة غريبة جدا، تابعونا بعد الفاصل. المعلومات هي مجموعة من الحقائق التي تعلم الإنسان تخبره شيئا جديدا حول أمر ما لم يكن يعرفه عنه من قبل، وتعددت مصادر تلك المعلومات كما تتنوع طبيعتها، فمنها ما يتعلق بموضوع أو مجال معين، ومنها ما يندرج تحت إطار المعلومات العامة التي تشمل العديد من الموضوعات، وهي غالبا لا تكون تفصيلية أو شارحة. وفي هذا المقال سنعرض إليكم بعض المعلومات العامة الغريبة جدا. تعيش النسور 100 عام، لكن العجيب في الأمر إنها لا تموت بل تنتحر على أثر المرض. تعتبر الطماطم علميا من الفواكه، فيما يعتبر الموز من الأعشاب نظرا لساقه غير خشبية. إذا قسمت دودة الأرض إلى قسمين أو أكثر، فإن كل قسم يستطيع أن يعيش وحده وينمو مع الأيام، معوضا القسم الآخر المفقود. تستخدم بعض أنواع الضفادع التي تعرف بالضفادع النمرية عينها في عملية ابتلاع الفرائس، حيث تستعين بهما لدفع الطعام نحو المريء عبر تحريكهما للأسفل. ذكر الثعلب لا يرتبط بأكثر من أنثى واحدة في حياته، وعند موتها يبقى أعزلاً. أما عندما يموت ذكر الثعلب تتزوج الأنثى بغيره. قطعة ورق مربعة الشكل من المستحيل أن تطوى على نفسها لأكثر من 8 مرات بغض النظر عن حجمها. خط يد الأطباء عند كتابتهم لوصفة طبية يؤدي إلى وفاة 7000 شخص سنويا، ويرجح أن سبب ذلك يعود إلى عدم وضوح خطهم، مما يجعل الطبيب الصيدلاني يتوه بين أصناف الأدوية المختلفة وبين تلك المكتوبة في الوصفة. بيض النعام أكبر بيض بين بيوض الحيوانات، وتكفي لإطعام 12 رجلا جانبا وجه الإنسان مختلفان، فثم عين أكبر من عين الأخرى بنسبة قليلة يكاد لا يلاحظهما المعظم، بالإضافة إلى أن الأذن اليمنى تكون أعلى من الأذن اليسرى. يستطيع النمل حمل ما يفوق وزنه 50 مرة بين فكيه. التنفس في مدينة موباي الهندية يعادل تدخين 2.5 علبة من السجائر لشدة التلوث البيئة فيها. الفيل يبكي عندما يحزن ويموت إذا دخلت نملة في أذنيه. العقرب إذا أحيط بالنار يلسع نفسه ثم يموت. تقع دار أوبرا هيسكيل على الحدود بين كندا وأمريكا، ففي الوقت الذي يقع فيه المسرح في كندا فإن الحضور يجلسون على مقاعدهم الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. عدد فقرات عنق الإنسان تعادل عدد فقرات
عنق الزرافة. ينبض القلب أكثر من 3 مليارات مرة في متوسط عمر الإنسان. بعض أصناف النباتات تفرز سماً مميتاً للقضاء على النباتات المجاورة من أجل التفرد بالحصول على الماء. قد يعيش التمساح لعام كامل دون طعام، أما الحصان فيستطيع العيش دون طعام لما يزيد عن 20 يوما فقط. شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا في قناتكم المتواضعة. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر من قناة مستر سامو، ودمتم بخير.